طالع عبالي اشوف ربيع كيف بده يشحطها من البيت. خبيثه كانت عم بتفكر كل الوقت كيف ترمينا برا انا وانت. اذا بيطلقها احسن، احسن واريح لنا. ماما تعبت كلسات. روحي هلا، مش شايفه الماما مشغوله؟ سبقيني ماما انا جايه. اذا بعد بتقسى على بنتي انا اللي رح طلق. طلاق هلا خساره لالي. للاسف بعدني عايزك هلا. فاست. ما بعرف مين افسد من التاني، انت ولا انا؟ انت فاسد ووسخ. بعدك عايش معي لانك مش قادر تعيش حالك. خلينا نطوي هالصفحه. لهلا عايشين وماشي الحال. النهار اللي بتتخلي عني الكل رح يصير معهم خبر انه بنتك اللي صار بنت زنا. الكل، القريب والبعيد. بيظهر الكل صاروا طرشين، ما حدا عم يفتح لي الباب. لما بتعمل اعتبار لابنها وتحافظ على شعوره ما إلها وجود ببيتي. بيتك؟ هيدا بيتك وبيتي. القانون بيعطيني الحق اسكن فيه مثلي مثلك. القانون والمنطق والعقل والوجدان والاخلاق بيلزموك تكوني بنظر ابنك ام مثاليه. حيد ابني عن الموضوع. كلكم بتكرهوني الا ابني. سبق وقلت لك علاقتك مع الضابط حتخليه يعيش مجروح ومعقد ومكسور الخاطر من تصرفاتك. ما حدا معقد ومكسور الخاطر من تصرفاتي الا انت، غيران مني، غيران لاني اخذت محلك بالوظيفه وصار عندي نفوذ. نفوذ؟ على مين؟ علي انا؟ كلمه واحده مني للضابط، بخليك تشوف فيها نجوم الظهر، قلن يفتحوا لي الباب. روحي على بيت اهلك. حط عيونك بعيوني، شوفني واسمعني منيح. بالزمان قلت لك انه طلاقي له ثمن، وهيدا الثمن كثير غالي عليك. رجعنا للماضي. زواجك مني كان له ثمن، ما قبضتي منه شيء، واليوم كمان رح تطلع سلتك فاضيه. سناء، مازن، افتحوا لي الباب، افتحوا لي الباب يا وحوش، افتحوا الباب يا عقارب، افتحوا الباب. عم ترميني برات بيتي؟ انا رح خليك تندم على النهار اللي خلقت فيه. ماما كانت عم تدق على الباب، مازو سناء كانوا واقفين، ما حدا فتح له. انت تمنيت لماما تترك الشغل، وانا جربت حقق لك هالامنية. ماما راحت على الشغل وما مشي الحال. ما كان لازم تروح. مشان هيك قلت للكل ما حدا يفتح الباب. حرام بابا، حرام. وين بدها تروح؟ بتنام بالحقلة؟ لا، طلبت منها تروح على بيت جدك. بيت جدي صغير. على كل حال انا ما فيني اعيش بدون ماما. جرب انها تعيش معك وتعطيك كل وقتها. احسن مما تعيش عن جدي وبعيده عني. يمكن تسمع منك انا ما قدرت اقنعها. انا بقنعها. الماما بتحبني وبتسمع مني.
كنت ناطرة حتى اشوفك، اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك ماما، يا ريت ترجع على البيت. طمن كرمالك بطلت شغل. عم تحكي جد ماما؟ اكيد عم بحكي جد، وراجع معك هلا على البيت. الماما بطلت الشغل وراجع معنا على البيت. هي هيك قالت؟ إذا ما صدقتني روح اسأله. وقفت الشغل؟ كرمال شادي وقفت الشغل. شكرا. تكرم. يلا ماما خلينا نمشي على البيت. نمشي. رايح معنا بابا؟ خد لي الشنطة معك على البيت بلحقكم. يعني ضروري تضل لازقة فيك هالبنت؟ ما بتعرف الطريق، بتضيع لوحدها. تياب زينة؟ أكيد رجعت حتى تنكد حياتنا. ما عرفنا كيف خلصنا من همها. معقول تكون تركت الضابط؟ بركي هو اللي تركها. وجودها بهالبيت مصيبة كبيرة. ما بعرف كيف رح نعيش معها. منعيش. إذا قالت كلمة منقول عشرة، وإذا طولت لسانها منقصه. وقف تفتيش. خير؟ شو في لها تفتيش عبكرة؟ ايدك فوق.
تعال هون.